السلام عليكم، معكم نادية سلام من دير سلام. معكم نادية من سلام. جينا من برنامج ديال الألفانية يومية، حيت برنامج ديال الألفانية يومية غادي يحقق لنا أمنية ديالنا واللي هي عرس أسطوري. عرفتي الحاجة اللي كان مكتعجبنيش فيه هي البرود الأعصاب ديالك، وخا هكا قلبكم بيض. وأنتي عارفة الحاجة اللي كتعصبني فيك بزاف هي أنك عصبية، ولكن مع ذلك قلبك بيض والابتسامة ديالك زوينة، وكنتمنى تبقى هاد الابتسامة ديما نهار العرس إن شاء الله. ولا بغيتو تصوتوا علينا فما عليكم إلا تصوتوا على رقم 2.